بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. استكمالا للي كنا ابتدأنا في اللقاءات السابقة في موضوع حماية الأطفال والمراهقين والشباب من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، وضرورة تحقيق الوقاية ليهم والحماية ليهم منذ صغرهم، اليوم هنتكلم عن ضرورة تعويدهم على حفظ عوراتهم. وإحنا ذكرنا في لقاء سابق أن الشرع الشريف بيوجه وبيرشد الوالدين والمربين إلى تعويد الصغار على طاعة الله تعالى ومعرفة حدوده، حتى لما يبلغوا بعد ذلك سن التكليف الأمر يبقى سهل عليهم، ويبقى سهل عليهم تطبيق الأحكام اللي هم تعلموه، ما يبقاش صعب عليهم تنفيذها لما يكبروا ويبلغ. يعني أنا بعودهم على كل ده منذ نعومة أظفارهم، حتى إذا ما شبوا كبارا استطاعوا تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية بسلاسة وبيسر. ومن هذه الأمور المهمة اللي ينبغي تعويد الصغار عليها حفظ العورة، وألا يستهين الكبير بذلك، لأن الصغير لما يشوف أن الكبير لا يستهين بأمر العورة هو كمان هيبتدي يحذر في أمرها. ومما يشير إلى هذا المعنى ما جاء عن عمرو ابن أبي سلمة، فقد أخبر في الحديث عن قصة إمامته لقومه. هو كان صغير لكنه كان يحفظ الشيء الكثير من القرآن الكريم دون باقي قوم، كان أكثر قومه حفظ للقرآن وكان صغير جدا. فأما هم يعني قام بإمامتهم في الصلاة وهو تقريبا عنده 6 سنين أو 7 سنين، وكان يلبس كساء وهو يصلي بهم، فكان كل ما يسجد ينحسر الثوب بتاعه ويرفع إلى أعلى البدن فتنكشف عورته أو جزء من العورة بتاعته. فأشارت امرأة من قومه بأنه يحفظوا العورة بتاعته، فاشتروا له قميصا وهو ثوب مخيط بكمين غير مفتوحين بيلبس تحته الثياب عشان يبقى زي بطانة كده تستره. يعني يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. صغير وهم جايبين له لبس جديد فهو فرح بيه، فهو إما الفرحة بتاعته دي كانت لأجل حصول التستر، إنه تستر والأمن، وفي نفس الوقت الأمن من إنه يتكشف يعني، أو العورة بتاعته تتكشف، وإما إن هو فرح كده زي أي طفل صغير بيفرح لما يعني تجيب له ثوب أو ملابس جديدة. وهذا الموقف بيشير إلى إن عورة الصغير ينبغي أن تحفظ وتصان، يبقى اللي حوالين الصغير سواء كانوا من أهله أو من الأسرة بتاعته أو من الناس المقربين، إنه يبقى دايما في حرص على إن إحنا ننبه إلى ضرورة ستر العورة، وإنه لا يجوز كشفها إلا للضرورة، ويراعى ذلك في تعليم الأطفال فيعرفون منذ الصغر معاني خصوصية الجسد، خصوصية جسدهم، ولا يسمح لأي حد إنه يتجاوز في هذا الأمر. وبنفس الوقت هو بيتعلم معنى مهم هو خلق الحياء، فيتعلمون الحياء وحدود الله تعالى وهم ما زالوا صغارا فيشبون على ذلك، فتتحقق لهم الحماية والوقاية. وختاما، فإن حفظ عورة الصغير وتعويد الصغير ده على ضرورة ستر العورة وعدم كشفها ده أمر مطلوب مطالب به الآباء والأمهات، إن هم يقوموا بتعويد أطفالهم على كده وتعليمهم كده. والتهاون في الأمر ده بدعوى إنه لسه صغير ده أمر مرفوض تماما، إنه له حرمة عورة حتى وإن كان صغيرا، وأنا بعوده كده وبحسسه بخطورة انكشاف هذه العورة. والشرع نفسه بيرشد أتباعه إلى مراعاة توجيه الصغار لأحكام الشرع قبل التكليف،
حتى يعرفوا حدود الله تعالى وتكون سهلة عليهم إن هم يطيعوا الأوامر الربانية بعد كده. وذلك كما ورد في الأمر بالصلاة للأولاد وهم أبناء 7. ليه؟ عشان تعودهم، والصلاة دي هي يعني تكليف خطير، أحد الأركان المهمة، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: أنا بعين ابني وبعين بنتي؟ لما ابتدي معهم الأمر ده وهم لسه صغيرين من 7 سنين زي ما الشرع عودنا، خلاص بدأ يوعى ويركز ويفهم، فأقول له تصلي وألح وأكرر وأستعمل أساليب كثيرة عشان إنه يستسيغ أمر الصلاة، وأعلمه إزاي الطهارة وإزاي أعلمه الوضوء وإزاي أعلمه قبل ذلك الاستنجاء وإزاي أعلمه إنه يبقى واخد من طهارة الثوب كما هو واخد باله من طهارة البدن، وإزاي استقبال القبلة، وإزاي إنه يصلي بتؤدة وبتركيز وهدوء، ويصلي معايا مرة وأصلي معاه جماعة مرة ونروح المسجد مرة. كل هذه سواء أنا بعلم الأطفال من الذكور أو الإناث، لكن الملاحظ إن الشرع نبهنا إلى بدء التعليم بالتكاليف الربانية من سن 7 سنوات، عشان لما يكبر اللي هو طفل دلوقتي بين إيديا وحيصير بعد ذلك صبياً ثم شابا بعد ذلك، يبقى الأمر سهل يسير عليه في الصلاة وفي غير الصلاة من الأحكام والآداب الشرعية. نسأل الله تعالى العلي العظيم الكريم أن يحفظ صغارنا وشبابنا، وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتنا تجاه أولادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا ذرية طيبة. اللهم أمين أجمعين، وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. معنا من الأسئلة اللي بتيجي على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا اللي بنستقبل عليها الأسئلة اللي حضراتكم بترسلوها إلينا، والإجابة بتكون تباعا من خلال حلقة الرد على الأسئلة. معنا سؤال، الحقيقة السؤال ده كان من أسئلة الهوى، كانت أخت فاضلة بتسأل الأستاذة نغم عن معنى قول الله تعالى في سورة الزلزلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخرجت الأرض أثقالها. فهي بتقول يعني إيه أثقال الأرض، أو إيه المقصود بمعنى الآية. هو المولى سبحانه وتعالى قال في سورة الزلزلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هذا المشهد الوارد في سورة الزلزلة ده مشهد من مشاهد يوم أو يوم القيامة، بتهتز الأرض ساعتها بمن عليها، وده
لأنه زلزال عظيم جدا يتم به خراب هذا وانتهاء الحياة في هذا العالم. وأخرجت الأرض أثقالها بيان لأثر آخر من آثار ما يحدث من أحداث عظيمة وأحداث هائلة في هذا اليوم الشديد. كلمة الأثقال جمع ثقل بكسر الثاء وسكون القاف، والأثقال يعني هو المتاع الثقيل، منه قول المولى سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وأهل اللغة قالوا إذا كان الميت في جوف الأرض، يعني إذا كان الموتى في جوف الأرض فده ثقل لها، وإذا كان الموتى فوقها يعني فوق الأرض فهو ثقل عليها. وإنما سمى وعشان كده يعني حتى لما نلاحظ مسمى يقول لك ثقلين الجن والإنس، حتى سمى الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم. والمراد بها هنا ما يكون في جوف الأرض من أموات وكنوز وغير ذلك مما يكون في باطن الأرض. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أثقلها يعني موتاها، تخرجهم في النفخة الثانية. وقيل برضو في التفسير في معنى أثقلها إنها كنوز الأرض، حتى في الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يعني كأن الأرض دي إنسان شبهها كده أعزكم الله بيتقيأ، بتخرج كل ما في باطنها، كأنها إنسان ليه فم وليه بطن فبيخرج ما في باطني، عشان يصور لك مشهد ويجسدوا لك في المثل ده التلفظ بما في داخل الأرض من أسطوان الأسطوان أو أسطوان الذهب والفضة. فيجيء القاتل، يعني بعد ما هي تخرج كل الكنوز بتاعتها، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي أو قطعت يدي، في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث بيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه هيأتي زمان يوم القيامة بتلقي الأرض أفلاد كبدها، إنها بتخرج كل حاجة في جوفها من القطع المدفونة فيها والكنوز اللي في داخل أعماق بطن الأرض. وسمي في الأرض يعني بالمعنى ده بكبدا، تشبيه بالكبد اللي في البطن، يعني كل ما في أعماقها يخرج. أمثال الاسطوان جمع اسطوانة، وهي السارية أو العمود من الذهب أو من الفضة. وشبهه بالاسطوان لكثرته ولعظمه، دي فيها كنوز كتيرة جدا في أعماق الأرض. وساعتها مع هذه الصورة الصعبة، أنت متخيل كل الكنوز، الأموات تلفظهم الأرض، وكنوز الذهب والفضة بهذه الأحكام الضخمة تلفظها الأرض في زمان القيامة، ويتمثل أمام القاتل وأمام قاطع الرحم وأمام السارق المشهد ده. فيجيء القاتل فيقول: في هذا، يعني في الذهب والفضة دي، أي في مثل هذا، ولأجله قتلت النفس التي حرم الله قتلها. ويجيء قاطع الرحم بسبب شدة حرصه على المال، فينظر إلى ما أخرجته الأرض فيقول: من أجل هذا قطعت رحمي فلم أصلهم ومنعتهم حقوقهم. ويجيء السارق اللي كان بيسرق في الدنيا قدام المشهد الصعب ده فيقول: لأجل مثل المال قد سرقت فقطعت يدي. حد ثم بعد ما نظروا اللي كانوا بيجروا عليه في الدنيا
الناس اللي أخدهم الهوى والشهوات، اللي تسرع وقتل، واللي تسرع وقطع الرحم، واللي سرق، وكل هؤلاء بعد ما نظروا إلى منظر الأرض وهي تقيء ما في بطنها وقالوا ما قالوه، يتركون ما ألقته الأرض من الكنز، خلاص ما بقالوش قيمة ومش هياخدوا منه حاجة خلاص، لأنه في وقت لا ينفع حينئذ، انتهت أحوال الدنيا وانتهت قوانين الدنيا وانتهت مطامع الدنيا، فساعتها لفظت الأرض كل ما فيها وأخرجت كل ما في باطنها وأصبح لا فائدة من كل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونرجو أن احنا نكون يعني لخصنا إلى حد ما هذا المعنى، أو معنى إخراج الأرض لأثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. هنسيب حضراتكم مع كتابنا، كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات، المرة السابقة صححنا بداية سورة المرسلات، اليوم إن شاء الله الشباب هيصحح عن طريق القراءة والتصحيح، فنستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف للمتابعة معانا، وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، وإحنا من وقت للتاني بننبه إلى ما هو المقصود بقصر المنفصل. يلا بقى اللي هيقرأ ابتدي عبدالله. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يلا يا سادن. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. يلا يا حنين. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. ده سؤال ايه؟ سؤال لازم يبان، سؤال استنكاري دول على احوالهم. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. جميل، يلا يا شروق. ويل. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ لي. يومئذ. يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم. قليلا إنكم. التنوين هتظهر لوراء حرف من حروف الإظهار، الهمزة. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. يلا يا آدم. ويل. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ لل. ويل. ويل يومئذ. هنا إدغام بغنة. ويل. ويل يومئذ. يومئذ.
وده إدغام بدون غنة. أول واحد إدغام بغنة والتاني إدغام بدون غنة. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا أستاذة مريم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا قيل لهم اركعوا قيل لهم اركعوا ها قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهم أحسنت لهم اركعوا لا يركعون. أحسنت. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا أنس بقى وريني كده. فبأي حديث بعد. لا 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 زعلت أنا من حديث ثم ورحت أقفل لي بقك. فبأي حديث بعده. بس ما تفتحش وبعدين تقفل. هي تفتحها تسيب الفرجة دي. حديث حديث. فبأي حديث بعده يؤمنون. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ طيب يلا يا صرصورة. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم دي غنة. إنكم مجرمون مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. آدم فبأي حديث بعده. تاني أنا جايبك ليها دي مخصوص. قول. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث. ما تقفلش شفايف. ايوه في فرجه يعني في فتحه صغيره عشان اعرف اعمل الاقلاب. ها. فبأي حديث بعده يؤمنون. يا سلام عليك يا سلام. ايه الشطاره دي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. معنا سؤال تاني في حلقة النهاردة. السؤال أخت فاضلة بتقول أتساءل عن مال القُصّر هل عليه زكاة مع العلم أنه موزع عليهم وموضوع ومحطوط يعني في البنك تحت الوصاية وحساب كل طفل لا يبلغ النصاب، فهل نحسب الزكاة على المبلغ الكامل قبل التخصيص أم لكل من الورثة ذمة مالية خاصة؟ بوفاة الإنسان صاحبة السؤال بتقسم التركة على أو تركة المتوفى على ورثته كبارا كانوا أو صغارا، وبذلك هيكون لكل واحد منهم ذمته المالية المستقل. ما أنا عندي
التركة هتتقسم على الورث، الورثة دول صغار أو كبار، كل واحد هياخد المخصص إنه ياخده. والمقرر إن وجوب الزكاة لها مجموعة من الشروط، لابد من مثلا بلوغ المال النصاب وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام هجري وكان فائض عن الحاجات الأصلية للإنسان، يعني أنا جيت خصمت الديون والأقساط اللي عليا والحاجات وظل بعد ما خصمت وعملت المال بالغ النصاب، يبقى وجبت فيه الزكاة وهي 2.5% عن أصل المبلغ. طيب إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا تجب الزكاة في المال. وحضرتك قلتي في السؤال إن نصيب كل واحد من الصغار القصر لا يصل للنصاب، يعني كل واحد نصيبه لوحده من الصغار لا يصل للنصاب وعليه فلا زكاة في هذا المال، فلكل واحد من الصغار دول ذمة مالية مستقلة، يعني مش هجبع التلاتة مع بعض وأقول زكاة المال، لا، كل واحد منهم لابد من لاستكمال الشروط إن كل واحد منهم يكون المال بلغ نصاب، الحصة بتاعته في الميراث بالغة للنصاب مع استيفاء بقية الشروط الخاصة بزكاة المال. وعايزة أنبه على حاجة، إن المختار للفتوى إنه لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي حتى ولو بلغ النصاب، وإن مرت حتى برضو عليه أعوام متتالية حتى يرفع المجلس الحسبي يده على هذا المال، لأنه حارس وحابس ومحتفظ بهذا المال لهذا الصغير، لما يرفع المجلس الحسبي إيديه عن هذا المال وبيستلمه بقى بعد كده اليتيم بالطريقة اللي حددها القانون، وده لما يبلغ سن الرشد حوالي 21 عام أو بإذن المحكمة المختصة إذا اطمأنت لرشده، فتجب عليه الزكاة حينئذ بشروطها الشرعية من بعد ما يستلم المال ثم مرور الحول عليه من يوم ما استلم ذلك المال، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة،
ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.